الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا في كل مكان، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا بكم معنا ضمن لقائكم اليومي المباشر مع ثنائية السؤال والجواب، حيث يختبر طاقم برنامج الفائزون معلوماتكم ودرجة حضور البداهة لديكم، في مقابل أن تحصلوا معنا على جوائز قيمة تقدمها شركة شنغيتل الراعي الرسمي لهذا البرنامج. نعول جدا ونراهن على مكالماتكم الهاتفية التي تردنا عبر خطوط التلفزة المعهودة، والتي نطلب من صاحبة السكريبت إظهار الرابط من حين لآخر، بغية أن تتواصلوا معنا وتفوزوا معنا بجوائز قيمة تقدمها شركة شنغيتل الراعي الرسمي لهذا البرنامج. مشاهدينا الأعزاء، الليلة أحد الأوتار، أو على الأصح 27 رمضان، وسنعود لهذا الموضوع. قبل ذاك أول متصل معنا. نعم مشاهد، مشاهد نعم. ألو. نعم مرحبا، تفضل. مشاهد نعم. نعم مشاهد، ما عنده التلفاز يبان، والله ما سامعنا. يبدو المكالمة غير جاهزة، نتمنى أن توصلنا إن شاء الله مكالمات لاحقة. في انتظارك كذلك أشير إلى أن ليلة القدر، ليلة 27، هي من ليالي الأوتار، المرجح أن تكون هي ليلة القدر. ومن المعروف مشاهدينا أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن فيها تتنزل المقادير من السماء إلى الأرض، وسميت بذلك إلى نسبة التقدير، حيث يقال. نعم مشاهد. نعم ألو معك. ايوا تفضلي يا مرحبا وسهلا. يا هلا تفضلي. ألو ألو معك. ايوا خطري خيار من مجالات الثقافة العامة. بكل سرور. عندك الثقافة العامة. ايوا طيب، عندك الأرقام من 1 إلى 10، اختاري رقم. 1. والله 1 1. ايوا المخرج لا يدور الدائرة وتوقف بأمر منك، ونعطيك رقم 1. ستوب ستوب. ايوا وتوقفت عند كمية الرصيد؟ 10,000 من الرصيد. وسؤالك رقم 1 يقول: من هو أول مستكشف فرنسي رحل إلى موريتانيا عام 1824؟ هل هو كابولاني أم لاكوك؟ رينيكاي. رينيكاي بالضبط والتحديد. من منين متصلة؟ من منين متصلة مشاهدة؟ من هون واكشوط. من أي بلاد من واكشوط؟ والله رينيكاي قبال بالضبط والتحديد، إجابتك صحيحة وواثقة ما شاء الله. ألف مبروك لك، كنتي أول المتصلين وأيضا كنتي أولى الفائزات معنا في هذه الليلة، التي نتمنى أن يغفر الله فيها ذنوبنا وذنوبكم، ويكفر سيئاتنا وسيئاتكم، ويجعلنا من المغفور لهم، ومن عتقاء نار جهنم، ومن من تحرم أجسادهم على النار. ألف مبروك لهذه المشاهدة التي فازت معنا ب10,000 من الرصيد، بإمكانها استلامها نهار السبت، اليوم السبت، نهار السبت المقبل على الأصح بمباني التلفزة الوطنية. أشير كما توقفت قبل قليل إلى أن ليلة القدر سميت بهذه التسمية. نعم مشاهد، ونعود إن شاء الله لتسمية ليلة القدر. مشاهد نعم. نعم معك. ألو. نعم معك. أعطيني مجال الثقافة العامة. والله بكل سرور لاهي تختاري رقم. رقم 9. طيب قبل ذاك لاهي تدور الدوارة وتوقف بأمر منك مشاهدة. وقفي الدائرة لو سمحتي مشاهدة. وتوقفت بيك الدائرة، والله ما فاتت وقفت. وقفي الدائرة لو تكرمتي. اوف
وزين توقف بيك الحظ عند 12000 من الرصيد، ونتمنى لك الفوز بها. وسؤالك رقم 9 بسيط جدا، يقول ما هي أول دولة منحت المرأة حق الانتخاب؟ هل هي موريتانيا، عفوا هل هي سويسرا أم فرنسا أم روسيا؟ أول امرأة منحت المرأة حق الانتخاب، هل هي سويسرا أم فرنسا أم روسيا؟ سويسرا. وإجابتك صحيحة. منين متصلة مشاهدة؟ من السيتا. من السيتا. ألف مبروك لك الفوز معانا ب 12000 من الرصيد، ولحسن الحظ إلى اللحظة كل من اختار أن يتصل فاز معنا، وهذا شيء نسعد له جدا، ونتمنى الفوز لكافة مشاهدينا. ومشاهدينا الأفاضل، من المعروف أن تسمية ليلة القدر نالتها هذه الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر، نظرا لكون الملائكة تتنزل في هذه الليلة، فيقال بأنك عزيزي المشاهد إذا قلت فيها أستغفر الله العظيم فإنك تستغفر، عفوا، فإنك وكأنك تستغفر منذ ولادتك إلى أن صار عمرك 84 عاما. ففي هذه الليلة تضيق الأرض بعدد الملائكة الكرام، لأن الملائكة تتنزل في هذه الليلة العظيمة، ويكون عددها أكثر من عدد حصي الأرض لتؤمن وتستجيب لدعائنا، بالتالي هي ليلة الدعاء الأولى، نتمنى أن يجيب ويستجيب الله فيها لدعائنا ودعائكم، ويجعلنا وإياكم من المغفور لهم ومن الذين تمحى ذنوبهم ويدخلون الجنة بدون حساب أو عقاب. ليلة القدر توزع فيها عدة أنواع من المقادير التي يكتبها الله عز وجل لعباده، فهناك مقادير أزلية وأخرى يومية وأخرى سنوية، فتستطيع عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، تغيير قضائك اليومي أو السنوي بالدعاء والدعاء فقط. وما زلنا ننتظر من حين لآخر استقبال مكالماتكم عبر خطوطنا المعهودة والتي تظهر حاليا على الشاشة، بالتالي ما عليكم سوى الاتصال بنا لتربحوا معنا كميات من الرصيد تتراوح أو تتفاوت حسب حظوظكم. وبالعودة إلى هذه الليلة العظيمة، لن نفوت فرصة الدعاء إذا ما يتصل أحد المشاهدين أو إحدى المشاهدات. ففي ليلة القدر تمر الملائكة بالعبد فتعزيه إذا كتبت له الموت والوفاة، وتهنئه إذا ما مرت عليه قائلة بأنك قد غفر لك وقد عتقت من النار بفضل هذه الليلة العظيمة. اللهم اجعلنا من عتقاء نار جهنم ومن الذين تحرم أجسادهم على النار، إنك عفو غفور وإنك على كل شيء قدير. بالتالي نقتنم هذه الفرصة لندعوكم وندعو أنفسنا لأن تبادروا بالدعاء وتكثروا الاستغفار، والاستغفار المأثور والوارد الإكثار منه هذه الليلة هو قولكم وقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. من المعروف عزيزاتي أعزائي المشاهدين أن هذه الليلة ليست كباقي الليالي، بل هي خير من ألف شهر، فبادروا بالدعاء، فالساعة الواحدة بهذه الليلة هي بمثابة ثمان ساعات سنوات عفوا، والدقيقة الواحدة في هذه الليلة العظيمة تساوي 50 يوما، فأين نحن من اغتنام فرصة الدعاء والاستثمار واغتنام هذه الفرصة العظيمة؟ نعم مشاهد، وريثما تكون المكالمة جاهزة، أشير عزيزاتي أعزائي بأننا نحن الفائزون، أو على الأصح نحن المستفيدون من الدعاء، فإذا رفعنا أيدينا تضرعا ودعاء واستجداء إلى ربنا الكريم، إلى ربنا الرؤوف الرحيم، فنحن الرابحون، حيث أننا لا نخلو في حالة الدعاء
من إحدى حالات، إما أن تجاب الدعوة أو إما أن تدفع بلاء أو أن تكون لنا ذخرا. فاللهم أجب دعواتنا ودعواتكم وسؤلنا وسؤلكم، فالمعروف أن الدعاء لا يعدم. بعد 4 ليالي على الأكثر ستنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع للعادة ونفارق شهر العبادة، شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الكل بالخير واليمن والبركات. هذه ليلة 27، الليلة الأرجح أن تكون ليلة القدر، بالتالي أشهدكم. نعم مشاهد تفضل. هي نستمع لك، اختار مجال من واحد من المجالات الأربعة. والله عندك الخيارات من 1 إلى 10. هي فهمتك، باستثناء رقم 1 ورقم 9 أجيب عليهم. اختار رقم مشاهد. 6. كل سرور وسؤال 6 قبل لهين دور الدائرة توقف أمر منك. وقف الدائرة إذا تكرم. وتوقفت بيك الدائرة عند مبلغ 11,000 من الرصيد. وسؤالك رقم 6 يقول: كم عدد عظمات القفص الصدري للإنسان؟ هل هي 11 عظمة أم 12 عظمة أم 13 عظمة؟ عظمات القفص الصدري للشخص للإنسان. مشاهد 12 عظم. والله إجابتك صحيحة بالضبط. منين متصل مشاهد؟ مالو؟ نعم مشاهد. زين، وللأسف قطع سابق يجاوبنا، وإذا هو دائما دأب مشاهدينا لا كل هلين يربح معانا وتوفي يقطع الخط. عموما نعود لموضوع الأهم والساعة الحسم وليلة الحسم، الليلة التي نتمنى فيها أن يغفر الله ذنوبنا وذنوبكم ويعفو عنا وعنكم ويدخلنا وإياكم فسيح جنانه ويجيرنا من ناره، إنه رؤوف رحيم وإنه شديد العقاب. نرجو منه المغفرة ونستجير بجواره من النار ومن العذاب، ونحتمي بحماه عفوا من عذاب النار. ونتمنى أن يغفر الله لنا ولكم الذنوب، وأن يجعلنا وإياكم من المعفو والمغفور عنهم في هذه الليلة العظيمة الفاضلة التي هي خير من 1000 شهر، والتي تتنزل فيها الملائكة لتؤمن دعاء كل من يدعو بالخير لنفسه ولأخيه المسلم. فأكثروا من الدعاء مشاهدينا ومن الاستغفار، وسيد الاستغفار في هذه الليلة هو: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني وعن جميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم وكذا الأموات. وكما أشرت سابقا، من قال استغفر الله في هذه الليلة فكأنما قالها منذ ولادته وحتى وصل عمره إلى 84 سنة، حيث أن هذه الليلة ليست كالليالي، فالساعة الواحدة في هذه الليلة تساوي 8 سنوات، والدقيقة الواحدة تساوي 50 يوما. فبادروا للاستثمار وللاستفادة من هذه الليلة العظيمة التي نحمد الله حمدا كثيرا وفيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن بلغني وإياكم هذه الليلة. ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم فيها القيامة والصيام، ويجعلنا وإياكم من المطهرين من الذنوب ومن المغفور لهم، الذين يدخلون جنان الخلود بدون حساب أو عقاب. أقتنم فرصة هذه الليلة العظيمة لأشهدكم مشاهدينا وأشهد الله وملائكته أني قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأشهدكم وأشهد الله وملائكته أني قلت بأني
آمنت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ندعوه بأحب الأسماء إليه الله ربي. الله هي الأسماء، هو الاسم الوارد أنه من أحب الأسماء إليه أن يناجر العبد ربه ويدعوه قائلا ربي الله. يا ربي الله كفر سيئاتي وسيئات جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واعف عني وعنهم، وادخلني وإياهم فسيح جنانك، وأجرني وإياهم من النار، واجعلني وإياهم من المغفور لهم والذين يدخلون الجنان بدون حساب أو عقاب، إنك غفور رحيم وإنك شديد العقاب. نستجير بجوارك من النار ونرجو مغفرتك التي وسعت كل شيء. وما زلت من حين لآخر أنتظر مكالماتكم مشاهدينا، وأوفر لكم كميات من الرصيد، عليكم أن تغتنموا الفرصة وتربحوها معنا، وتغتنموا فرصة ليلة القدر، وتكثروا من الاستغفار ومن التوبة ومن قراءة القرآن وقيام الليل والصدقة التي تطفئ غضب الرب وتصل الرحم ولو بمكالمة قصيرة المدة، يحصل بها الأجر فيكتب لنا ولكم الله أجر صلة الرحم التي ما لها ما لها من أجر. وما زالت المجالات المعرفية المعهودة تنتظر اختياراتكم. القرآن الكريم حتى اللحظة لم يقع عليه خيار أحد من مشاهدينا. السيرة النبوية حتى اللحظة هناك 10 أسئلة بقيت دون أي اختيار من قبلكم. اللغة العربية، لغة الضاد، لغة القرآن ولغة أهل الجنة لم يقع حتى اللحظة عليها اختيار أي من مشاهدينا. نتمنى نعم تفضلوا. تفضلوا. نعم. نعم تفضل. مشاهد نستمع لك أنا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. أعطيك العربية. نعطيك العربية. العربية. والله. لي تختار الخيارات من 1 إلى 10 مشاهد، ونعطيك سؤال في اللغة العربية وآدابها. طيب يقول قبل ذاك لا هي الشاعر، لكن قبلها لا يدور الدائرة. وعندك 12,000 من الرصيد، 11,000 على الأصح من الرصيد. وسؤالك رقم 7 في اللغة العربية يقول الشاعر: قفا يا صاحبي بمنزلات وعوجا طيلة الأجد العلاتي، من هو قائل هذا البيت؟ هل هو محمد سالم للشين، ولا محمد ولا حيمت، ولا ابن ولا حيمت، ولا الشاعر محمد نانا ولا المعلى؟ من هو قائل هذا البيت؟ هل محمد ولا ابن ولا حميدة؟ محمد ولا ابن ولا حميدة؟ والله محمد سالم ولا الشين؟ والله محمد دنانة ولا المعلى؟ مشاهد الوقت انتبه، انتبه مشاهد. تماله نأسف لهذه المكالمة، نأسف جدا لأن المشاهد للأسف سرقه الوقت، سرقه الوقت لم ينتبه حتى انتهت أو انتهى الوقت المخصص له دون أن يجيب، نأسف لذلك. نتمنى أن يعيد الاتصال بنا ضمن هذه الحلقة أو ضمن حلقات أخرى ويربح معنا كمية من الرصيد إن شاء الله. وما زلت مشاهدينا أنتظر من حين لآخر اتصالاتكم الهاتفية وإجاباتكم على الأسئلة وأن تربحوا معنا. نعم مشاهد. مشاهد نعم. إيه نعم. ألو. تفضلي. يا مرحبا. نعم.
ألو. نعم مشاهدة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعطيني اللغة العربية. والله عندك الخيارات من 1 إلى 10، اختاري رقم. أعطيني اللغة العربية. إيه قبضي رقم منها نعطيه له. رقم 3. رقم 3 قبل ذاك لا هي تدور الدائرة وتتوقف بأمر منك. وقفي الدائرة لو تكرمتي. ستوب. و 14000 من الرصيد و عفوا 13000 هي وقفت وقفت أختي. 13000 من الرصيد تنتظرك، أتمنى لك الفوز بها. وسؤالك رقم 3 يقول: أي من الاحتمالات الثلاثة يطلق على صوت النقيق؟ هل هو العصافير أم الأرانب أم الضفادع؟ الضفادع. الضفادع. وإجابتك صحيحة. أنت من منين متصلة أختي؟ وهذا دأب كل المشاهدين والمشاهدات، يتصل واحد ويربح وتنتهي المكالمة وبس وتوف ويوفى ذاك على ذاك. عموما الليلة ليلة القدر، نتمنى أن يقدر الله علينا وعليكم فيها مقادر الخير والحمد، وأن يجعلنا وإياكم من المغفور لهم ومن الذين يدخلون الجنة بدون حساب أو عقاب. أوصيكم وأوصي نفسي بكثرة الاستغفار في هذه الليلة العظيمة والدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قولي وقولكم: أستغفر الله لي ولكم، واللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وما زلنا ننتظر مكالماتكم. نعم محمد سعدنا. وريثما تكون المكالمة جاهزة، أتمنى أن يغفر الله ذنوبي وذنوبكم ويكفر سيئاتي وسيئاتكم ويجعلني وإياكم ممن يدخلون الجنة بدون حساب أو عقاب. لم يبقى لي في هذه الحلقة سوى أن أشكر كل من اختار أن يتصل بنا ويربح معنا ضمن هذه الحلقة. تحيات فريق العمل الذي كان معي من أجل إنجاز هذه الحلقة: الحاج ولد زيدان محمد سعدنا ولسعد بوه، والإخراج كان لأحمد سالم والبوبوط والدي ولسيدي بابا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.